في تعديل قانوني جديد يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي يهدف إلى عدم السماح لمن ينطبق عليهم نص المشروع بقانون بالترشيح لعضوية مجلس النواب، إذ أن من تنطبق عليه الحالات الواردة في النص المقترح ليس جديرا بأن يكون عضوا في المؤسسة التشريعية، حيث أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب ويرعى مصالحه، كما يمثل مملكة البحرين في المحافل البرلمانية حسب ما ورد في نص التعديل. هذا ونص التعديل على أنه يمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من أولا المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو ورد بل رد إليه اعتباره. ثانيا المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على 6 أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة. ثالثا قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستوري المملكة أو أي قانون من قوانينها. رابعا كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. هذا وقد أبدت الحكومة موافقتها على المشروع مؤكدة أن المشروع يهدف إلى عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار، وإنه جاء مرتكزا إلى أسس موضوعية من النصوص والمبادئ الدستورية والقانونية، لا يقصد من ورائها استبعاد شخص بعينه أو محدد بذاته، وإنما ترمي إلى وضع قاعدة قانونية عامة ومجردة لا تخصيص فيها لأحد ولا استبعاد من ورائها لفئة. يذكر أن ما تضمنه مشروع القانون يقتصر على المنع من الترشيح دون المنع من الانتخاب، وهو ما جاء متماشيا مع المستقر عليه في القضاء الدستوري المقارن.